السلام عليكم، اسمي ديالي خليفة سمير، مواليد مدينة خليلة سنة 1974. الدراسة ديالي بديتها في مدينة خليلة، البكالوريا شديتها في سنة 1992. درست الدراسة الجامعية، درستها في المغرب في مدينة جديدة في جامعة الشعيب الدكاني. تخرجت سنة 1998 في مادة الفيزياء. التحقت هنا بإيطاليا سنة 2000، تسجلت ديريكتور، تسجلت في بوليتكنيكو دي تورينو، إنجينيوري جيني دي ماتيرو. سنة 2008 خديت الدبلوم ديالي تاع مهندس المواد سنة 2008. في هذه المرحلة كنت بين 2000 و 2008 كنت عملت في السجن المدني ديال الدراري الصغار، كنت لمدة 5 سنين. تما درت لهم دروس في لانفورماتيك دو باز، وورد، لوفيس، كلشي. من 2009 حتى 2013 عملت في مدينة ميلانو في واحد الشركة تيديرو دي البي ان تي ديال الطاقة النقية، يعني الطاقة الشمسية، بيو غاز، والطاقة من الشمسية ديال الرياح. لورا باش جيت هنا، ديجا كانت عندي في المغرب تجربة، درت عام ديال ماتسوب في مراكش اللي ما داش مزيان، لحقاش في المغرب كان الحلم ديالي ديما هو نكون مهندس. في المغرب كان شوية صعيب، لحقاش كان هذاك العام ديال ماتسوب في مراكش كان شوية صعيب، وكانت أول تجربة ديالي خارج الدار كانت صعيبة. باش شديت الأجازة ديالي في الفيزياء، بنت فكرت كنت باغي نفكر، كنت ديما تنفكر باش نكمل الدراسة ديالي في الخارج. كانت هنا بحال دابا في إيطاليا، كان لا سيليكسيون ماشي بحال في فرنسا ولا في المغرب، ولا باش دير إيكول دي زانجينيور. درت عام ديال اللغة في الدار البيضاء فاش تخرجت من بعد ما تخرجت في المغرب من جديدة، درت عام ديال اللغة. لحقاش باش تقيد هنا في إيطاليا خاصك ديما تدوز على القنصلية ديال إيطاليا في المغرب. درت عام ديال اللغة، دوزت التيست ودرت لو شوا ديالي باش نجي نقرا في بوليتكنيك ديال تيوغان. الحمد لله يسر الله، جيت هنا على قبل القراية. العامين الأولين كان سورتو العام الأول كان صعيب، كان كنت الحمد لله بفضل ديال الوالدية هما اللي كانوا خلص، يعني هذاك العام عاوني بزاف باش ندير الدراسة. لحقاش في الأول أنا كان شوية صعيب، ما عارفش اللغة، واخا كوك يلاه قريت عام، المغاربة اللي كانوا تيقراو قلال بزاف، كانوا جوج ولا ثلاثة في البوليتكنيك ديال تورينو. يعني جاي واحد العالم جديد، لغة جديدة، ما كان كله باقي تنعقل عليه لحد الساعة، بحال واحد الضباب أول مرة فاش دخلت بوليتكنيكو. لحقاش بوليتكنيكو هي واحد الجامعة اللي تضم تقريبا 40,000 طالب. كانت صعيبة بزاف، ما كنتش عارف فين نتوجه، يعني باش ناخد الحي الجامعي، باش تاخد لابورس، المنحة الدراسية. كان عندي ديك الشهر الاول باش نعرف هادشي كامل، ما كنتش عارف. يعني العام الاول دوزتو بلا حي جامعي، بلا منحة، يعني كريت دار على كل الصعوبات. يعني اللغة، واخا كوك عندي اللغة، ما تسمحش لك باش تواجه لغة جديدة، دولة جديدة، وتقلب على الخدمة، تقرا وسميتو. كان العام الاول كان صعيب بزاف. من بعد الحمد لله مع التجربة تولي تعرف الناس وداكشي، تولي القضية مشات شوية، الحمد لله مزيانة.
يعني أنا خدمت من 2009 حتى آخر في ديسمبر 2012 في واحد الشركة اللي تدير مجمعات ديال الطاقة الشمسية و طاقة من الريح وبيوغاز. المهنة ديالي أنا كنت خدام في الأوفيس ديال لي زاشا، يعني كان عندنا مشروعات ديال 5 ميجا فات 3 ميجا فات، يعني كنا تنشري كل شيء من لي بانو سولير، من لي كابل، من كوادري إلكتريكي، كاع الماتيريال اللي يخص مشروع. كنت انا في هاد الاوفيس، كنا حنا جوج، انا والشيف ديالي، كنا تنديرو لي كونطرا ديال لي طرافو سيفيل، ديال كونطرا عاوتاني بالنسبة للبروجي إلكتريك، بروجي ميكانيك، يعني كنا متبعين كاع، يعني كل ما يحتاج أي مشروع، كاع المواد اللي تحتاجهم من المشروع كنا تنشريوهم، تنديرو يعني بحال دابا لي بانو كنا تنشريوهم من لاشين، كنا يعني هذا هو العمل ديالي حتى 2013. لحقاش هاد المجال ديال المشاريع كانت الدولة تتمول بواحد الطريقة، يعني كانت تشجع بطريقة، لحقاش في إيطاليا وفي أوروبا اون جينيرال كانوا في حتى 2020 كان خصهم يوصلوا لواحد واحد الإنتاج ديال الطاقة عبر طريق الطاقة النقية يعني شمسية. ولا المشكلة هنا في إيطاليا دار النتيجة اللي كانوا باغيين يوصلوا ليها 2020 وصلوا ليها في 2012 2013، الدولة ما بقاش تساعد، دخل المجال دخل في كريز وبزاف تاع الشركات سدو. دابا في هذا العام هذا كنت ناوي، كانت عندي تجربة، يعني تنفكر بزاف باش نرجع للمغرب باش ندير المشروع ديالي في المغرب. أنت تريد والله يفعل ما يريد، يعني في شهر 9 المدام ديالي حملت بالتوام، يعني قررنا باش هاد المدة ديال الزمن نريحو هنا في إيطاليا بعد ما يزادو الدراري. او ميم طون كنت انا ويوسف واحد الجماعة ديال الاصدقاء مهندسين معماريين ومهندسين ديزانجينيور، كنت باغي تنفكرو تندير واحد جروب دو ترافاي دي بروفيسيونيل باش نربطوا واحد، ندير واحد العلاقة بين، نشجعوا التبادل بين المغرب وإيطاليا، يعني باش نديروا تشجيع استثمارات في، يعني الناس المقاولين ولا البروفيسيونيل بغاو يستثمروا في المغرب. المغرب عاوتاني خاصو المعرفة ديال إيطاليا اللي هي رائدة في هذا المجال ديال البناء، ديال الانرجي، ديال يعني تنحاولوا دابا بدينا تندير واحد الجروب دو ترافاي باش يعني في هذه اللحظة هذه انا مركزين على هذه القضية هذه. الحمد لله التجربة ديالي أنا راضي عليها 100%، يعني المعيشة هنا في إيطاليا أبار القراية تتعلمك بزاف تاع الحوايج، الاستقلال بذاتك، تعيش في الغربة، تتعرف تعيش، يعني تحل المشاكل ديالك بوحدك وسميتو. بالنسبة للمغرب تنفكر، أنا فكرت نرجع للمغرب أنا والمرأة ديالي، لحقاش المغرب هو واحد البلاد اللي الحمد لله مشي فاش تمشي يعني في نمو، وخاصو بزاف تاع الحوايج اللي هنا في ايطاليا كاينين. ايطاليا واحد البلاد اللي دخل شويه في كريز. المغرب خاصو بزاف، محتاج بزاف
يعني التجربة اللي دوزت أنا هنا، أنا متيقن أنه في المغرب عندي فيها، نقدر نعطي بزاف في المغرب. النصيحة اللي نعطي لأي شاب وشابة بغاو يديروا التجربة ديالهم في الخارج، أنه يكون عندهم الرؤية واضحة شنو باغين يديروا في الخارج. يعني خصهم يعرفوا بأن كل شيء يعني توصل لأي حاجة، ولكن خص يكون المجهود، وخص تكون الإرادة، وخص تكون الرؤية واضحة شنو باغي يدير في الخارج. يعني شنو تفكر في المستقبل ديالو، ماشي حتى يجي لهنا وعادي يبدا يفكر. هذه النصيحة اللي نقدر نعطي لأي شاب وشابة باغيين يجيو لهنا.